السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي رح فوت الموضوع فورا. الشيء اللي عم بيصير على الحدود البيلاروسية يا جماعة، هذا الشيء يعني بصراحة هو موضوع استغلال لكل الناس يلي عم تطمح إنها تطلع على أوروبا، تمام؟ أول شغلة، هذا الموضوع والتسهيل اللي صاير من البلاد العربية للناس تطلع على بيلاروسيا، هذا الموضوع كله لمصلحة البلاد العربية وبالأخص لمصلحة بيلاروسيا. بيلاروسيا بلد يعني ما لها غنية، تمام، وما عندهم حركة، ما عندهم كتير ضغط، فبدهم يحركوا البلد عندهم. شلون بدهم يحركوها؟ بهي الطريقة. بدهم يحركوا البلد بهي الطريقة، انهم يخلوا اللاجئين يفتحوا لهم مجال يطلعوا من عندهم من بيلاروسيا، وسهلوا الامور ان الناس تروح على بيلاروسيا وتفوت على اوروبا، مشان هن يستفادوا اقتصاديا. بدهم يستفادوا اقتصاديا. حركوا الفنادق، وحركوا شركات الطيران، وحركوا البلد. صارت الناس تروح على بيلاروسيا، بده يحط اجار فندق، بده ياكل، بده يشرب، بده يدفع، يعني بدهم يحركوا بيلاروسيا على كتاف مين؟ على كتافنا نحن المساكين العرب، تمام، وغير العرب. في ناس عم تجي من افريقيا، في ناس عم تجي من اسيا، في ناس عم تجي من كتير بلاد لحتى تروح على اوروبا. والله العظيم يا جماعه، والله العظيم انه انا ما له جايين شيء من هالموضوع كلياته. أنا بس بدي أنصح نصيحة لوجه الله. بعرف إنه الوجع كبير، بعرف إنه الوجع كبير والألم كبير الناس اللي عم تعيشه ببلادنا العربية، للأسف للأسف. فالموضوع مشان أنا اختصر عليكم الموضوع وفكرة تحطوها ببالكم، هي المصاري اللي أنتوا عم تحطوها لحتى توصلوا على بيلاروسيا اللي هو المجهول، هاي المصاري حرام عم تحطوها على المجهول. ليش؟ وزير الخارجية الألماني أول امبارح هايكو ماس صرح وقال إنه ألمانيا ما رح تستقبل لاجئين من الحدود البيلاروسية. صرحها يعني امبارح، أول امبارح صرح قال قرار، نحنا ما رح نستقبل حدا بألمانيا من بيلاروسيا. وبولندا نفس الشيء، وبنفس الوقت أوروبا كمان أجمعت على هذا الشيء. يعني أنا عم بحكي هذا الموضوع ليش؟ من حرقتي على الناس اللي قاعدة بالبرد، والولاد اللي قاعدة بالبرد، والختايرة والدنيا. يعني الموضوع والله يا جماعة ما له سهل، مو مثل الأول. الموضوع ما له سهل مثل الأول. هلا مثل الأول كان في هجمة إنسانية، كان في هجمة إنسانية، بس هلأ ما عاد في مجال للإنسانية عندهم. ليش؟ لأنه البلد تعبت، أوروبا تعبت من كل البلاد العربية للأسف. يعني حال يعني المضحك المبكي يعني بصراحة. فأنا عم أقول هذا الفيديو والله العظيم عم بحكي كرمال كل مين عم يفكر يطلع على بيلاروسيا. يا جماعة بيلاروسيا مبسوطة على هذا الشيء، فاتحين الطريق، فاتحين الدنيا، وما في عندهم أي مشكلة، تمام؟ لأنه عم يجيهم مصاري، تحركت الطيران عندهم، تحركت البلد عندهم، الفنادق، صار في مردود اقتصادي عم يجيهم من وراء مين؟ من وراء الناس اللي المساكين اللي طالعين بدهم أمان. فيا جماعة نصيحة من أخوكم، والله أنا مو جايني شيء، والله نصيحة لوجه الله الكريم، يلي طالع على بيلاروسيا يحط بباله إنه أوروبا ما رح تستقبل حدا. قرار طلع وألمانيا أكدت. لأنه ليش عم بقولكم على ألمانيا؟ لأنه الناس على الحدود هنيك البيلاروسية اللي بين بيلاروسيا وبولندا عم يقولوا، كل الناس عم تقول جيرماني جيرماني ألمانيا ألمانيا، فاكرين إنه ألمانيا رح تفتح بابها مثل ما فتحت الباب وتقصت من زمان وتصارت هنغاريا، علقت العالم بهنغاريا. ألمانيا بعد ما شافت هيك الشيء إنه يعني ما بيصير يعني فتحوا. بس هلأ ما في هذا الموضوع، هلأ ما في هذا الموضوع.
هلا ألمانيا ملتهية بقصة الكورونا، مو عارفانين شلون بدهم يطلعوا من قصة الكورونا. أوروبا ملتهية بقصة الكورونا، مو عارفانين شلون بدهم يطلعوا من قصة الكورونا. هلا في حزب جديد استلم بألمانيا، حزب الـ SPD، تمام؟ صار في هلا عندهم قوانين جديدة، صار في عندهم رؤية جديدة. ميركل راحت خلص، ولا حكم ميركل. فالموضوع يا جماعة ماله سهل، لا تكبوا مصاريكم على المجهول. المصاري اللي عم تحطوها 5000 ولا 6000 ولا 10000 يورو، إذا أنت قاعد ببلد عربية فيها حياة، ال 10000 يورو بتفتح فيهم مشروع صغير، بداية صغيرة، مشروع صغير، تبدأ حياتك بمشروع صغير، والله بيكرمك بتطلع إن شاء الله بإذن الله. هلا الناس حتقلي إنه أنت قاعد بألمانيا وعم تحكي وتتنطح، بعرف الناس حتقول هيك. أنا بعرف وجعكم، والله بعرف وجعكم وحاسس وبعرف بالوجع، بس أنا عم بحكي هذا الشيء ليش؟ لأنه يعني ما بعرف، الناس مفكرة إنه إذا وصلت على أوروبا إنه خلص وصلت لبر الأمان. الأمان موجود وين ما كان، اللي الله كاتبه بده يصير. أنت أو أنت اللي معكم 10000 يورو عم تدفعوهم مشان توصلوا على بيلاروسيا بعدين توصلوا على أوروبا، 10000 يورو مثلا بسوريا بيعملوا لهم هلا مثلا 50 مليون ليرة سوري. أحسن ما تدفع هذا المبلغ وتطلع، افتح مشروع صغير على قدك، مشروع صغير يكون بداية جيدة، وقول يا رب أحسن لك من هالشنطة كل اللي عم تجي فيها أنت على المجهول، ما لك عرفان وين جاي. فأنا عم بحكي هذا الفيديو عم بشرح للناس مشان الناس تعرف شو وجهة نظر أوروبا وألمانيا من هالموقف هلأ اللي عم بيصير ببيلاروسيا. وزير الخارجية هايكوس ماس اتصل مع رئيس بيلاروسيا البيضاء وقال له انه اتفقوا، يعني عم يتفقوا هلا انه يرجعوا هي الناس من مطرح ما اجد، وقال لهم انه لازم تتعاونوا معهم انه يرجعوا من مطرح ما اجوا. على اوروبا ما راح يفوتوا، لعنا على المانيا ما راح يفوتوا. الرئيس البيلاروسي قال لهم انا ما عندي مشكله، انا معكم، برجعكم برجعهم، بس الناس هنيك ما عم ترضى ترجع، ما عم تقبل ترجع. فموقف اوروبا والمانيا من هالموضوع حسموه انه ما في، مشان الناس اللي بتطلع تحط ببالها ما تكبوا مصاريكم على الارض يا جماعه. يلي معه 10000 يورو هلا ولا 5000 ولا 6000 ولا 7000، خليك مثل ما بيقولوا بالمضمون احسن لك، خليك بالمضمون احسن لك. افتح مشروع ببلدك وين ما كنت، سوريا، بمصر، بالاردن، باليمن، بعمان، وين ما كنت، افتح مشروع احسن لك ما تطلع على المجهول. عم يلعبوا فينا، والله عم يلعبوا فينا يا جماعة، شركات الطيران والبلاد والرؤساء، الدنيا كلها عم تلعب فينا. نصيحة من أخ لكل الناس، انتبهوا، في محتالين كتير، في نصابين كتير، في ناس عم تعمل من البحر طحينة، بيقلك أنا رح أجيب لك فيزا على بيلاروسيا وبتوصل على بيلاروسيا، بس توصل على بيلاروسيا بتلاقيني انا عم بستناك هنيك بالمطار بغداد. بيوصل على المطار ما بيلاقي حدا، ما بيلاقي حدا، بيفوت على المطار وينه، بدق له خارج التغطية، خلاص فكت يا عرب. عم نسمع قصص كتير انه تعال بتوصل على بيلاروسيا بتقعد بالفندق على حسابي شهر لبين ما زبط لك طلعتك تيجي على اوروبا. عم نسمع كتير سير، كتير كتير عم نسمع قصص. فيا جماعة والله العظيم نصيحة نصيحة نصيحة، ديروا بالكم، لا تضيعوا مصاريكم، لا تضيعوا عيالكم، لا تضيعوا أولادكم، لا تضيعوا حياتكم مشان هدف انه نحن نوصل على أوروبا مشان نعيش بأوروبا. رب العالمين موجود بكل مكان، بكل مكان موجود رب العالمين. وفروا هالمصاري على حالكم، لا تروحوهم على الفاضي، اعملوا مع لكم مشروع اللي معه مبلغ مثلا 10000 عم يدفعوا مشان يجي لهون، اعمل مشروع وانطلق منه احسن لك، احسن ما تجعل هالمشروع يلي مجهول ما لك عرفان لوين رايح. يعني حتى الحكومة العراقية كمان نسقوا مع ألمانيا انه رح يبعثوا طيارة تجيب 200 شخص من الحدود البيلاروسية. يعني بلشت العالم انه خلص تعرف انه هذا موضوع انحسم، يعني تمام، بدهم يبعثوا طيارة يصيروا يجيبوا العالم اللي رايحة على بيلاروسيا. وهلا في دول تانية حتبلش بقى تبلش بهذا الموضوع.
أنا حبيت بس وصل رسالة للناس حتى تعرف شو عم بيصير، شو موقف ألمانيا وأوروبا من هذا الموضوع. تمام، سامحوني إني طولت عليكم. حتى ألمانيا قالت إنه هلأ رح يفرضوا عقوبات على شركات الطيران وبعض الشخصيات ببيلاروسيا، بدهم يفرضوا عليهم عقوبات بسبب التسهيلات اللي عم يسهلوها للناس يلي عم تجي على بيلاروسيا وعلى الحدود البولندية. فالموضوع ماله يعني ماله سهل، فحبيت أن أنبهكم ووصلكم اللي عم نشوفه على التلفزيون وعم ينحكى بألمانيا. إن شاء الله أكون فدتكم بهذا الفيديو، والله يختار الخير للجميع بجاه سيدنا محمد، والله يحل كل عسيرة ببلادنا العربية ويصلح لنا أحوالنا أحسن شيء. بتشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.